أحسن الله إليكم فضيلة الشيخ، هذا سائل يقول: ما المقصود بالآية فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا؟ ما معنى إن علمتم فيهم خيرا؟ إن علمتم فيهم خيرا أي استقامة، إذا عتقوا يكونون مستقيمين، ما يدشرون ويفسدون. إذا علم أنهم ما يصلحون ما يكاتبون. نعم. إعداد مشروع كبار العلماء بالكويت، أعزها الله بالتوحيد والسنة.